وفي الضالع أيضا نظمت احتفالية ثقافية وترفيهية بمناسبة اليوم العالمي للطفل في مدينة قعطبة. في الحفل ألقيت عدد من الكلمات أكدت مجملها أهمية الاحتفال باليوم العالمي للطفل، وتطرقت إلى معاناة الأطفال في الضالع جراء الحرب الحوثية وضرورة حماية حقوقه، كما عبرت الفقرات الإنشادية واللوحات الفنية عن صمود الأطفال في مواجهة آلة الحرب الحوثية والظروف المعيشية الصعبة، مؤكدة ضرورة حماية الطفل وتعليمه وتسليحه بالعلم والمعرفة، ونددت بالانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بحق أطفال قعطبة وتعريض حياتهم للخطر والموت من خلال استهداف منازلهم وزرع الألغام والمتفجرات بطرقاتهم وجوار منازلهم وأماكن تعليمهم.